أجواءنا هذه الأيام تحمل في طياتها الغبار والأتربة والعواصف والرياح القوية، وعارفين أن الرياح قد تحمل خيرا فهي تحمل السحاب الثقال الذي يمطر علينا بالخير والبركة، أو قد تكون الرياح عامل عذاب نسأل الله السلامة، كما قال سبحانه: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. وقال سبحانه: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. فالرياح تحمل الخير وتحمل الشر، لذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو دعاء الرياح: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الرياح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم.